سهام. سهام، الو. اي سهام، اتفضلي، انت معانا على الهوا. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمه الله وبركاته. انا اول ما انا شفته ان واحده بتقول لي ما تكتبيش كتاب بنتك السنة دي. ما ايه؟ ما ايه؟ ما تكتبيش كتاب بنتك السنة دي. واحده بتقول لك ما تكتبيش كاتب كتاب بنتك السنه دي، وبعدين ما تكتبيش كتاب بنتك السنه دي. ده هاتف كده، هاتف كده يا مدام سهام. ده كل اللي انا شفته في المنام. طيب ثاني يوم لقيت واحده صاحبتي بتقول لي هي شافت في المنام ان اسم اسيمه بتاعت بنتي، اسيمه جوازها مكتوب، مكتوب اسمها وتاريخ الجواز، مكتوب في الاسيمه اسمها وتاريخ الجواز. دول منامين كانوا ورا بعض، انا وما نامش صاحبته واحده صاحبتي. في بقى منام انا شفته ان انا وبنتي دي اللي هي مش متجوزه رايحين مكان بيوزعوا فيه مكاتب، بس احنا ما لناش فيهم، ده احنا رايحين نتفرج. في ايه؟ وبعدين بيوزعوا مكاتب. بيوزعوا ايه؟ لا ما سمعت. بيوزعوا مكاتب، مكاتب اسكان يعني، شقق. شقق، مساكن. مساكن، ايوه. طيب. بيوزعها، بس احنا مالناش فيهم، ده احنا رايحين بنتفرج. مالكوش كده. وبعدين واحده صاحبتي هي مسيحيه. قالت لي انا مش لاقيه المكان السكن بتاعي. فانا بصيت في الورق اللي معاها، لقيت الورق اللي معاها مختوم عليه، مرسوم عليه جامع وكنيسه. جامع وكنيسه. ما هو محددين لك الشقه اهي قدام الجامع والكنيسه. وبعدين ببص البنت اللي كانت معايا بدور عليها مش لاقيها، فقعدت اعيط واقول بنتي ضاعت مني، بنتي ضاعت مني، وصحيت من المنام. طيب حاجه تاني؟ المنام الثاني شافته اختها. عايزه استفسر منك حاجه، الست المسيحيه هي اللي كانت، خليكي معايا، هي اللي كانت معاها مرسوم معاها الجامع والكنيسه؟ لا، دي صاحبتي، وصاحبتي دي مسيحيه. ايوه هي دي اللي كان معاها الرسمه دي. هي اللي كان معاها الورق. طب تمام، كملي. المنام اللي شافته لها اختها بقى اصغر منها، واختها اللي اصغر منها دي متجوزه. ايه؟ لا ايدي الحته الاخيره بقى، قولي كده من الاول. اختها منام اختها شافته لها، حلم اختها شافته لها. اختها اللي شافته لها دي متجوزه واصغر منها يعني بسنها. شافته ان هي يعني يوم خطوبتها ورايحه ايه عند الكوافير، فراحت اختها اللي متجوزه دي راحت تشوف اختها عند الكوافير. فبتقول لك لقيتها قاعده على كنبه ومغطيينها زي ما يكون بفستان اللي هي لابساه فستان احمر. وبعدين هي عايزه تشوف اختها بقى يعني، فراحت شالت الفستان ده، لقيت ان هي لابسه بدله لونها بتقول هي قريب من الموج الفاتح. وبعدين فبتقول لقيت يعني امتيازها حلو، فاختها قالت لها تقلل الروج شويه، قالت لها لا هو كده كويس. وبس. هي بنتك عمرها قد ايه؟ يعني 35. طيب بصي يا مدام سهام، اولا الجزء الهاتف اللي جالك ما تكتبيش كتاب بنتك السنه دي، لا انا عايزاك تسالها في رقيه شرعيه، وان شاء الله ربنا ييسر لها حالها. مش اي هاتف يا جماعه يجينا ان احنا نسمع بيه، لان الرقيه اللي جاي، لان خدي بالك الرقيه بتاعت صاحبتك القسيمه وتاريخ الزواج، يعني ان شاء الله رب العالمين انا شايفه مكتوب لها باذن الله، باذن الله تعالى ارتباط هذا العام بامر الله تعالى، والله اعلى واعلم. موضوع بقى المساكن والسيده المسيحيه اللي هي صاحبتك، وكان معاها المسجد والكنيسه، فهي دي كانت فيها عكسات ليها، يعني بمعنى اصح امورها ما كانتش بتكتمل خالص، لان ما يجتمع المسجد والكنيسه فامر عكس بعض، فكده ان الامور ما كانتش بتكتمل ليها، دي رمز ليها هي قوي. لكن لما تكون مع مسيحيه يبقى ربنا ان شاء الله رب العالمين هينصرها وهيكبر بخاطرها بامر الله تعالى. انك انت قلتي بنتك ضاعت منك، ده رمز كويس على فكره، عشان في ناس بتخاف من البنت اللي بتضيع والحاجات دي كلها، فدي انا شايفاها بنتك هتتزوج بس هتبقى بعيده عنك، والله اعلى واعلم. الرؤيه دي طيبه جدا جدا وبشاره كبيره قوي قوي ليها. الرؤيه الاخيره بنتك لابسه فستان احمر، واختها اللي شافت الرؤيه دي الشوز الموف، طالما ان هي لابسه شوز ولونه موف فده من الالوان اللي بتدل على الفرحه للبنت والارتباط. برضه الفستان الاحمر انا شايفاه برضه ده طباع زوج ربنا هيكرمها بيه، وبنتك كمان الاثنين يعتبر طباعهم زي بعض بالظبط،
بس هتكون فرحانه معاه جدا جدا بامر الله تعالى، والله اعلى واعلم. فالرؤى انا شايفاها مبشره عكس توقعاتك اللي انت شايفاها في الواقع. ربنا يا رب يسعدها وييسر لها امرها عاجلا غير اجلا، والله اعلى واعلم. طيب معايا مين تاني؟